هارد ذاك لمنتخبنا يعني ما خسر امام منتخب عادي، خسر امام المنتخب الياباني، يعني من المنتخبات اللي انت ما تتوقع 100% انك تفوز عليه. بركات شوف بجد يعني لا يصير لومنا انه الفريق السعودي خسر، انه ننسف كل ما قبل. كرة القدم فيها خسارة، فيها فوز، فيها تعادل، وبنت بتلعب. وهذا الكلام اللي قلته أمس، أنا ما كنت أخشى على المنتخب من الإرهاق، لأنه مباراة خلال 5 أيام ننتقل من منطقة إلى منطقة عشان يلعب مباراة أخرى في ظروف جو مختلف، برودة، هذا اللي كنت خايف منه. لكن المنتخب للأسف اليوم كان معظم اللاعبين ما هو في مستواه، كان نازل مستوى، كان هناك في عشوائية كانت في أرضية الملعب، ما كان في هناك باصات، كانت أغلبها كانت مقطوعة. في سيطرنا جزء يمكن الاستحواذ للسعودية أكثر من اليابان بالنسبة في نهاية المباراة، كان نسبة الاستحواذ 56% للسعودية، معناته كنا ماسكين كرة لكن بدون فاعلية هجومية، لم نصل إلى مرماهم أو لم نصل إلا نادرا، والخطورة كانت قليلة على حارس المرمى، مع إنهم هم كانوا بيلعبوا بيدوك مساحة تلعب، لكن ما تيجي ملعبهم يقتضوا عليك وبيقطعوا الكورة وبيلعبوا كورة سريعة وهجوم باخت يسووا فرص كثيرة. طبعا إصابة عبد الإله كانت مؤثرة، لأنه عبد الإله لاعب كان مؤثر في الملعب، إصابته في بداية المباراة لخبطت على المدرب حتى في تفكيره في إدارة المباراة، بدليل أنه صار يغير تغييرات ما هي طبيعة رينالدو، أنه غير هذه التغييرات، لعب سعود بن حميد في وسط الملعب، لعب طلع فلان، نزل شوي طلع غنام، جاب سعود باك، يعني ما هي هو بيدور حلول، وصل لمرحلة نزل كل بس نزل ولعلها تصلح المباراة، وهذا كان ما هي طبيعته ولا هي طبيعة إدارة المباراة في وقت أزمة. جاتك أزمة في وسط المباراة لازم تكون أهدى من كده وتغييراتك تكون مدروسة أكثر من كده. لكن إحنا ما معناته أنه الفريق انهزم أنه طلع من البطولة، بالعكس أكبر حظوظ للسعودية، والنتائج الأخرى بتساعدك وإنت ما زلت متصدر مع هذا.